لقيت بوحدي حيت هي اللي كانت كت سمحوا لي. هذه الكلمه اللي غادي نقول لك انا، غادي نقول لك الله يصلحك في الدنيا وفي الاخره والله العظيم. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مره اخرى. كما تبعتوا معنا في الجزء السابق، اللي صراحه ما قدرتش نستمر في هذاك الحوار، المغاربه حسوا بالموضوع فهموه، اللي كيتعلق بحكيمه والابن ديالها، اللي قصص غريبه فيها امور ايجابيه فيها امور سلبيه، كيفاش كان محسن كيفاش تغير. مشاهدينا الكرام، في خضم الموضوع ناقشنا موضوع الزوجه، من هي الزوجه محسن؟ زوجه محسن هي نوال، هي اللي حدايا الان. كيفاش العلاقه ديالها بيه؟ كيفاش الله عز وجل بامر منه عن طريقها هي في الدنيا هي سبب غادي تغير ليه ما هو احسن، وغيديروا وليدات تبعوا معايا. نوال انت هي الزوجه ديال محسن، وسمعتي يعني الام ديالو كيفاش دوات عليك وبكات، وكانت انت من العائله او اذا صح التعبير من الجوار، انت من الجيران ديال بواه نواحي تونات. عاودي لي كيفاش العلاقه ديالك محسن تا كتاب انه مجاور عندك وتلاقيتي به وتزوج. السلام عليكم. انا كنمشي لتما عند عمتي حيت عمتي ساكنه في داك الدوار، ومشيت لعندها ولوستها حيت هي اخت شيخي، وديك الجلابة عطاتها ليا البسه قالت لي حتى تجي عندنا ضيفه عطيتها ليك. مشيت انا لدارنا وشيت ديك الجلابة فرحانه بها، بحال شي حاجه تما عطاتها لي، شي حاجه تما كبيره. مشيت للدار ديك الجلابة خازناها، ما كنمشيت تركنت كانت عندي شي بلاصه اللي مهمه كنلبس ديك الجلابة. هي فاش جات عندنا الام ديال محسن، هذيك الجلابة شكون اللي مصوبه؟ مصوبه محسن. وما مصوبهاش لك انت؟ لا، عطاها لدوك الناس من العائله. الناس جابوها لك؟ الناس جابوها لي انا، شفت عندهم وعطاوها لي كادو. وانت ديك الساعه ما كتعرفيش محسن؟ ما كنعرفش محسن. مكتاب لك ديك الجلابه؟ مكتابه ديك الجلابه خديتها وفرحت بها، وبحال شي حاجه زعما تما تما في العربيه ما عندناش اللي كي ديك الجلابيه خديتها زعما بحد هذا، وخبيتها عندي في ماريويا وفرحانه بها. ايوا ملي جات عندو الام ديال محسن شاف شتني قالت لي بنيتي واش شاف جيت انا من دار. وداك الصباح انا اولا خرجت من دارنا خرجت نبكي، قلت يا ربي انا ما عنديش امي وما عنديش با، عندي مر جدي الله يرحمها في النار، توفيت وبقيت بوحدي حيت هي اللي كانت كت سمحوا لي. مر جدي اللي كانت مسكينه كتهزني ومهليه فيا حيت انا ملي ماتت الام ديالي خلات عديها عام، وربيتني مر جدي وتهلات فيا بحال وليداتها. وملي كبرت انا كتقول لي شنو راه غتخوي لي الدار، وغتمشي كنقول لها لا بقى معاك حيت كانت عزيزه عليا بزاف الله يرحمك عائشه. وملي جات عندنا ام ديال محسن ديك الساعه كانت باقا ما توفاتش، وقالت لي بنيتي انا ها كيفاش ها كيفاش، عطات لي القصه من الاول وتفهم داك الوضع اللي قالت لي. وانا اصلا انا بغيت هاد الام هادي، هي اللي بغيتها بزاف حيت شتا كيفاش كتعامل وكيفاش كدير على ولدها. قلت انا غنقبل بهذا الولد، واخا ما تنعرفوش واخا مريض واخا كلشي، انا غناخذ هذا الولد. والناس راه تيشوفوا ليه وما انا راه كلشي دايز، واحد كيشوف ليه داك الدار ما غيمشي ليا. وخديته قلت انا قابله عليه ناخذه. جيت هنا لعندهم الكازا وجابتني وشارلات فيا ودوزتني الفاس وكساتني وما خلات ما دارت ليا، وجابتني هنايا للدار البيضاء. جات معايا عمتي ملي شفت الولد وهو قبل عليا وانا قبلت عليه. جات امي تاهي دارت لنا العرس، ما نعاودش ديك داكشي ديال الزوين، عرس واعر صراحه. ومحسن ما مريضش، محسن صحيح، محسن انا كنشوفه صحيح، وكان ديك الحاله كان مريض ولكن الحمد لله ربي عاوننا، وحنا ولدنا وليداتنا والفضل كامل كيرجع لهاد المراه هادي. حيت هاد الام اللي كيقول لها عاقله ما كاينش شي ام بحالها، والضحيه اللي كتضحي مع محسن ومعايا ومع وليداتي راه ما كاينش شي عجوزه اللي تديها. دابا انت قلتي لي على الام ديالو، والام ديالو كتقولي عليك انت. انا غادي نسولك باش نكون معك دقيق في الكلام، صافي؟ محسن لا حياء في الدين، مريض، دار حادثه ملي تزوجتي به، كان كيدير لي كوش، كانت عنده شبه اعاقه، وهذا وهاد الشيء دوزتي معاه ما بقاش. غادي تقولي لي كيفاش انت ساعدتي. كان كيضربني وكنصبر، كنقول ماشي مشكل حيت هو مريض، ما غاديش ندي انا لواحد مريض، هو شي واحد النهار غيصح، ما خصنيش انا ما عرفت في الدنيا شنو غيكتب لي. الله كنقول ماشي مشكل، واخا يضربني واخا يعيرني واخا كلشي، انا صابره حيت راه قبل ولادي. وديك الساعه كنت بقى انا ما والداش، راه قبل الله هو الاول.
هاد السيد راه غيتحسن واش نهار غيجي واحد حد نهار غيبرى ما غيبقاش مريض، خصني نصبر حتى انا ما عرفتش ربي باش غيجازيني في الاخر. وصبرت حتى دازت ديك الحاله، تحيدوا لي كوش ما بقاش كيضربني ولا بشويه بشويه كنقول الحمد لله ربي شي عاوني، وربي عاوني بزاف الحمد لله انا محسن. وهاد الام حتى هي مسكينه هي عاونتني وضحات معانا والحمد لله. انا كنطلب الله تبقى هي. كيفاش كنتي كتعاملي معاه انت تصح؟ هادشي اللي بغيت نعرف. كنتعامل انا معاه بحال كنقول انا هاد السيد مريض خاصني نتعامل معاه بحال شي دري صغير، كنتعامل معاه ببروده وبسهوله، كنقول ماشي مشكل حيت هو مريض غنساعد معاه حيت كاين الله، بشويه بشويه حتى ربي جاب الفرج. حنا كنصبروا وربي ما خسرش لينا الحمد لله، ربي كبير اللي تعرف يعرف الله. غادي تعاودي لي على الوقت اللي حملتي؟ شي حاجه اللي ما كان كيتوقع حتى واحد انه غادي تحملي انت وغيوليو الولاد. كانت شي حاجه في سبحان الله العظيم انا ما كنتش عارفه، وكنقول ماشي مشكل محسن دابا ربي دابا ربي. واحد النهار كنقول لهم ما عرفتش مالي دارني راسي هادي، قالت لي علاش درك راسك قال لها الشمس ولادي. مشيت للطبيب، الطبيبه هي الطبيبه راك حامله، جاتني انا الشكل قلت كيفاش انا سبحان الله العظيم، وبكيت وحتى هي بكات وهو هو مسكين ما صدقهاش كيقول لي او انا وليت اب. كنقول لي اه وان شاء الله غتولي اب، ولدت له وليد الاول والحمد لله داكشي بخير مزيان. وهو شويه بشويه شاف وليده قدامه بدا كيتحسن بشويه بشويه، هذاك الشيء عطى واحد الطاقه وعطى واحد القوه. حيد لي كوش حتى الحكاكز ولا كيوقف، حيت ما كانش كيوقف من بلاصتو، كان بلاصه ما تتحركش منها، وكان وكلو وكان شربو الطاب لحدا الماكله ما كيقدرش ما يديه ليا الا ما وكلتوش انا يبقى بالجوع. الولد شحال عنده من عام؟ عنده دابا 12 عام. 12 كيقرا تبارك الله. كيقرا تبارك الله. من بعد عاوتاني ولات بنيه؟ لا وليد خر. وليد خر. شحال عنده دابا؟ عنده دابا 10 سنين. 10 سنين. اه. الكلمه اللي غادي نقول لك انا غادي نقول لك الله يصلحك في الدنيا وفي الاخره. والله العظيم. مشاهدينا الكرام غنشوف الموضوع مع محسن. الزوجة كي داير هاد المرأة عندك؟ حمرتها بخير. ملي مرضتي ودرتي ديك الكسيدة ومرضتي في صحتك وتزوجتي تبدلت عندك الأمور ياك؟ تبدلت حتى الأمور بما أحسن. بما أحسن. أه كتشد معاك الخاطر؟ أه بزاف كتشد معايا الخاطر. إلا لقيت المرة الأولى عصابي وكنضرب بزاف ديال العويش كندير وتات مع الخاطر. طلب الله سبحانه وتعالى يشفيك يا ربي يا ربي أختي، الله يوفقك وشكرا ليك، الله ينور طريقك. مشاهدينا الكرام كما تبعتوا معنا هذا الجزء الثاني من الملف لتنوير الرأي العام أكثر في الموضوع، تناولناه مع الأم حكيمة اللي المغاربة أو العالم بإسره يعلم جيدا العلاقة بين الأم والابن، تضحي بالغالي والنفيس، تختلف الإشكاليات وهي كتحمل الصعاب في العالم من أجل ذاك الوليد اللي عندها حكيمة اللي هو محسن. محسن كان كيعيش حياة عادية، دار مشروع عنده حرفة ديال الخياطة، ممتاز كيصوب الجلالب، خدم نهار اللي دار حادثة سير دراجة نارية مع الصديق ديالو غيرت ليه ما هو أسوأ تحدي، خداتو الأم حكيمة. عجز الأطباء عن تشخيص الوضع ديالها، الأغلبية الساحقة تيقولها دير للدار راه غيبدا يموت بشوية بشوية، هذا هو واقع الحال. إلا أن الإحساس ديالها والإحساس ديال الوالدين ما تيكذبش، قال لها رأي آخر، تحدات الصعاب. أول خطوة دارت هي فاش زوجاته اللي الله عز وجل كتب لي امرأة صالحة، وهذه في حد ذاتها هي الرزق، هذا الجانب الأول. من كان يقول يوما ما في المقربين في الجوار أنه محسن غادي يولي بصحيحته وغيدير وليدات وغيعيش حياة سعيدة رغم الإشكاليات الصحية اللي كيعاني منها. مشاهدينا الكرام في خضم الموضوع الأم حكيمة تضحي بالغالي والنفيس من أجل هذه الأسرة الصغيرة، هذا هو الإبن الكبير ديالها وهذه الزوجة ديالو، وربي عطاهم جوج وليدات وهي طبيعة الحال اللي كتعتبر حفيدة ديال هذه الوليدات. في خضم الموضوع الأم حكيمة تعاني من ديون، والنداء ديالنا كنوجهوه لجل المغاربة، غنوضعوا رقم الهاتف ديالها. كل من ساعد الأم حياة، كل من ساعد الأم حكيمة أجره محسوم على الله عز وجل. القصة للعبرة، الله عز وجل كيعطينا حاجه اللي كتقدر تبان لينا صعبه، ولكن ما هو قادم
كيكون ما هو احسن. مشاهدينا الكرام، الام حكيمه لا زالت تتابع مع الاطباء لتشخيص الوضع ديالها، وفي خضم الموضوع انه احد الاطباء، هادشي ما داش في الفيديو ولكن قالته لي قبل، انه ملي كانت قالت لي واش ممكن جوج، قال لي هذاك عمرو يحلم بالزواج. انا كنقول يا رب العالمين له راي اخر، وهو القادر على كل شيء في الدنيا وفي الاخره كذلك. مشاهدينا الكرام، محسن عنده جوج وليدات، عنده زوجه، عنده ام، والاشكاليات اللي عند ام صعبه في خضم الموضوع في الجزء الاول، يعني الفيديو الاول والجزء الثاني اللي ما قدرش في الفيديو الاول نستمر في الكلام فيه نظرا ملف كيأثر بشكل كبير. الام حكيمه ولات تعاني من مرض السرطان وامراض اخرى، كل ناتج عن الضغط النفسي والديون، والديون نعلم جيدا الابعاد ديالها، الفقر والديون كارثه. النداء ديالنا لجل المغاربه، هنا كنوضع رقم الهاتف ديال الام حكيمه، كل من ساعدها في الظرفيه الحاليه من اجل هذه الاسره، هذا الزوج الطيب رغم المرض ديالو، هذه الوليدات وهذه الزوجه الرائعه التي لها مواصفات خاصه تختلف بها عن الغير. وتحيه كبيره للمغاربه والمغربيات بصفه عامه، وبشكل خاص لمنطقة تاونات اللي ترعرعت منها هاد الشابة. مشاهدينا الكرام، نحن نتتبع هذه القصة دائما، وسوف أوافيكم دائما بالجديد فيما يخص قضية حكيمة والابن ديالها وأروع زوجة اللي كتب لها ربي لهاد الوليد. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن، شكرا لكم.